يعد فولتير 1694 1778 من دعاة التسامح والسلام والحرية الفكرية، فلقد كان مناقضا للظلم ومحاربا لكل أشكال التعصب. لقد نقد الكنيسة ونقد الحكومة، وكان يدافع عن المظلومين في المجتمع كدفاعه عن قضية الكلاس، وهي الأسرة الفرنسية التي تعرضت للظلم من طرف الحكومة والتي كان ضحيتها أب حكم عليه بالإعدام على الدولاب، وأخ يجز في السجن، وأم وشقيقتان يتعرضن للنفي، والسبب هو انتحار ابنه واتهامهم بقتله. وأكيد لم يكن السبب في هذا هو حرص الحكومة الفرنسية على أمن العائلة، ولم يكن ابن هذه العائلة أول من ينتحر في فرنسا أو يقتل، ولكن السبب الرئيسي هو العداء الذي كان بين الكاثوليك والبروتستانت. فكلاس كان ينتمي للديانة الكاثوليكية، وكان ابنه مولعا بالبروتستانت، فعندما انتحر ولأسباب معينة جعلت الحكومة هذا ذريعة لتشعل نار اضطهاد جديدة بين المذهبين. لقد ظل فولتير لمدة سنة وهو يدافع عن أسرة الكلاس، كل من لديه نفوذ في فرنسا لإعادة محاكمة هذه العائلة، وقد خصص لهذه القضية مقدمة رسالته في التسامح، يقول: وحدوا أنفسكم وأقهروا التعصب والأوغاد، واقضوا على الخطب المضللة والسفسطة المخزية والتاريخ الكاذب، لا تتركوا الجهل يخضع العلم، سيدين لنا الجيل الجديد بعقله وحريته. حيث لم يكن هدف فولتير فقط تبرئة عائلة الكلاس، بل كان يسعى إلى نشر رسالة عالمية، أي تحقيق تسامح عالمي بين البشر جميعا باعتبارهم إخوة. فيقول: لم أكن في حاجة إلى حذق كبير أو بلاغة متكلفة كيما أثبت على أن المسيحيين أن يكونوا متسامحين فيما بينهم، غير أني سأذهب إلى أبعد من ذلك، فأدعوكم إلى اعتبار البشر جميعا إخوة لكم. ماذا؟ قد تجيبون: أن يكون التركي شقيقي والصيني شقيقي واليهودي والسياسي أجل بلا ريب. أفلسنا جميعا أبناء أب واحد ومخلوقات إله واحد؟ ففولتير لا يضع حدودا للتسامح، بل يعتبره قيمة إنسانية يجب أن تسود العالم على اختلاف أشخاصه ولغاته وأماكنه وديانته. فمن بين أهم عبارات التسامح التي تنسب إلى فولتير: إنني أخالفك رأيك، ولكن أدافع حتى الموت عن حقك في إبدائه. أنا أمقت ما تكتب، ولكني على استعداد تام لأني أضحي بحياتي من أجل أن تستمر في الكتابة. حيث تجاوز هذا الفيلسوف الفرنسي من حيث الحجم والشهرة النطاق الفرنسي، ووصلت أصداؤه إلى مختلف مناحي القارة الأوروبية. لقد كانت زيارة فولتير لإنجلترا ورؤيته للتسامح الذي كان سائدا فيها على عكس التعصب الذي كان يعرفه المجتمع الفرنسي، وزيارته إلى ألمانيا واختلاطه بفريدريك الثاني الذي رأى فيه ملكا متسامحا لا يبالي بأي دين به، رعاياه ما داموا يدفعون الضرائب ويلتحقون بالجيش، وهي من بين العوامل التي دفعت فولتير إلى محو التعصب من فرنسا. كتب فولتير رسالة التسامح مستلهما أفكار جون لوك في التسامح، لأن رسالة لوك
ظهرت قبل حوالي قرن من عصر فولتير، ومع أن يتفقان على المفهوم القائل أنه لا بد أنه سيسمح لكل مواطن بأن لا يتصرف إلا بعقله، وأن يعتقد فقط بما يمليه عليه هذا العقل، سواء أكان مستنيرا أم جاهلا، حيث حتى وجب على كل فرد أن يتعلم كيف يتسامح مع من يخالفه في الأمور السياسية والدينية والفكرية. فالحرية الفكرية ضرورية لتحقيق قيمة التسامح من خلال السماح للفرد بالاعتقاد بما يراه مناسبا له ويؤمن به على قناعته لأجل بناء مجتمع سليم متسامح. لم يكن هدف فولتير من خلال رسالته في التسامح أن تقرأ من طرف المثقفين وحدهم، ولا أن تظل حبيسة رفوف المكتبات، وإنما أراد بها مواصلة الكفاح ضد التعصب والظلم. فهو لم يكن يتوجه برسالته هذه إلى جمهور من المثقفين، ولكنه كان يهدف إلى تعبئة الرأي العام لصالح أبرياء مضطهدين بسبب انتبائهم الديني. ومعلوم أنه كان يسود في فرنسا تعصب ديني مسيحي أعانت منه الطوائف الكاثوليكية والبروتستانتينية مدة 30 عاما، حرب 30 من 1618 إلى 1647، عاما بين الكاثوليك والبروتستانت. والتعصب هو أكثر أشكال لا تسامح حدة يصل إليها الإنسان لا متسامح، وهو الإنسان حسب قوله العاجز عن النقاش، يفكر ويتكلم بمفرده دون أي حوار. والتعصب حسب فولتير مخالف لجوهر الديانات جميعا، لذا فمن الضروري الاقتناع لا الإكراه. لذلك يقول في هذا الصدد لأن التعصب جنوني كئيب فظ، وهو يصيب العقل ويعدي كما يعدي الجذري. والتعصب إذا قرن بالخرافات كالهذيان، وإذا قرن بالحمى وكالغيظ، إذا قرن بالغضب. التسامح في نظر فولتير قيمة إنسانية يجب أن تسود العالم على اختلاف أشخاصه ولغاته وأماكنه ودياناته وعاداته، أي يجب أن يكون التسامح تسامحا مطلقا، ويجب أن يعم السلام بشكل كلي ودائم للكون. لقد ختم فولتير رسالته في التسامح بمقالة عنوانها صلاة إلى الله، يقول فيها: إذن لم أعد إلى البشر أتوجه، بل إليك يا رب جميع الكائنات والعوالم والأزمان. فهو أن تتلطف وتنظر بعين الرحمة والشفقة إلى الأخطاء والضلالات المترتبة عن طبيعتنا، ولا تسمح بأن تكون هذه الأخطاء والضلالات سبب هلاكنا. أنت لم تمنحنا قلبا كي نبغض بعضنا بعضا، ولا أياد كي نذبح بعضنا بعضا. لا تسمح بأن تغدو كل هذه الفوارق الطفيفة التي هي من السمات المميزة لتلك الدرات المسماة بشرا، علامات حقد واضطهاد. حبذا لو تذكر البشر قاطبة أنهم إخوة، وليتهم يمقتون الاستبداد الذي يتقل بباهد وطأته على النفوس، تماما كما يمقتون اللصوصية التي تحرم بالقوة العاملين وأصحاب الحرف المسالمين من ثمرة عملهم. وهي دعوة رجاء وجهها إلى الله لكي يعم السلام في الأرض، متخطيا الفوارق اللغات والأماكن والأجناس. وبناء عليه يكون فولتير قد أقام دعوته للتسامح على أنه خاصية إنسانية، وجب أن يكون للإنسان استعداد دائم للصفح عن الأخطاء والتسامح مع المخطئين، للتجاوز والقضاء على مشكلة التعصب المسيحي الكاثوليكي البروتستانتي، حتى تعم الحرية
والمحبة والسلام داخل المجتمع الأوروبي. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتي بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من قبل ما تخرجوا. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديرو جيم.